ده قديم بطروحها يا جماعه ما شاء الله بطروحها يا جماعه دي البغة المبرومة؟ دي البغة المبرومة غير ام عين مش كده؟ غير ام عين دي احلى دي احلى دي احلى حاجة لها في الاول القلي وبعد كده الشوي بتتقلي طبعا يعني بحالها عشان البطروخ مش كده ما بتتنضفش شوي بحالها كده زي البطروخ برضه حاجة الله اكبر برضه بنحبها مشوي وردة ودقة بتبقى جميلة برضه في الاكل يعني السوايسة بقى بيحبوها لا اما مقلية او مشوية أو مشوية أو. اللي فيها بطروخ كده وتتشوي ما تتقليش ما شاء الله كلها مبطرخة بقى؟ بكام الكيلو؟ 65 هو بس احنا الاول بحب اعرفك ان احنا اخوات فالاسماك بتبقى قليله شويه فعشان كده الاسعار بتبقى غاليه سنه يعني عن لما البحر يبقى ماشي بس برضو في وقف لكن في برضو اسماك يعني بس بنحاول بقدر الامكان بنحاول بقدر الامكان يبقى دايما عندنا ايه انواع متميزه كده زي فرش عندنا ما شاء الله شايفين شكلها جميل جدا وكمان مبطرخه هو ده الموسم بتاعها لا هي السمك ده اسمه سمك شنشله ده بيطلع في الشهر العربي ال 20 يوم اللي هم الضلمه كان في ناس بتسالني في التعليقات يعني ايه سمك شنشله سمك شنشله ده اللي هو بيطلع في الضلمه بس في الشهر العربي 20 يوم و10 ايام بيقفوا بيطلع على وش النور بينضرب كشافات في الميه السمك يعني ده لازم يطلع بالليل بيبقى طالع بالليل جالنا بقى السمك الصبح تمام ما بياخدش ثلج ولا حاجه هنشوف مع بعض ايه شبار الاخضر ده سمك الشبار الاخضر شبار جواب ده عشق البورسعيدية بقى ده بتاع البورسعيدية بتاع البورسعيدية ده اسمه جوابي ده احلى حاجة بقى ليه الشوي شوي بالردة حاجة ليه الشوي ردة ودقة برضه الحاجة جاية تشتري بقى من عندهم طب انت الحاجة بقى بتفضلي انه نوع من انواع السمك قولي لنا كده يعني بناكل جميع الانواع بس في يوم كل يوم بناخد نوع معين كل يوم بتشكلي يعني بنشكل مرة دي ومرة دي ومرة ده مرة ده موجود في السوق 105 وايه رايك في اسماك ابو علي؟ ده حلو الصراحة والاسعار لا حلوة الحمد لله بكام بقى الجوابي؟ جوابي ب 40 جنيه النهاردة ب 40 طبعا شوي ده اساسي في الشوي لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا